أشعلت النار في وشاحها احتجاجاً على النظام، لكنها دفعت 16 عاماً ثمناً لذلك حياتها. نيكا شاكرامي، شبكة CNN الأمريكية أزاحت الستار عن لحظات حياتها الأخيرة باستخدام أكثر من 50 مقطع فيديو من تلك الليلة والتحدث مع شهود عيان. كشف التقرير أن نيكا قضت آخر ساعاتها في التظاهرات، بما في ذلك أدلة تشير إلى أنها تعرضت للملاحقة والاحتجاز من قبل الأمن قبل ساعات قليلة فقط من إعلان النظام أنها ماتت. أول مقاطع الفيديو التي عثر عليها لنيكا في تاريخ 20 سبتمبر الساعة 7 مساءً، مع اشتداد الاحتجاجات شوهدت وهي ترمي الحجارة على مجموعة من الضباط في زي موحد. في هذه المرحلة كانت نيكا بجوار حديقة لالا. بعد وصول المزيد من الضباط، يقول الشهود أن نيكا بدأت في التحرك بعيداً عنهم، أولاً على طول شارع بوليفارد كيشافارز، ثم أسفل شارع فيصال شيرازي، حيث شوهدت وهي تقوم بإجراء مكالمة هاتفية قبل الساعة 8 مساءً فقط. في هذه المرحلة انتشرت الشرطة في كل مكان. عثرت الشبكة على فيديو لنيكا وهي لا تزال في الاحتجاجات عند الساعة 8:37 مساء. بحلول الصباح التالي أعلن موتها وفقا لشهادة وفاة أظهرت أنها ماتت جراء إصابات متعددة ناجمة عن الاصطدام بجسم صلب. ثم ذكر النظام الإيراني أن موتها لا صلة له بالاحتجاجات وأنها دفعت من أعلى السطح، قبل أن يزعم لاحقا أنها انتحرت. بنده نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی هستم. شرحی از واقعی تلخ و جنایتی که در حق دختر عزیزم نیکا اتفاق افتاد رو برای مردم عزیز جهت آگاهی میگم. گرچه قلبی یود الرحیل ذاك ما غنته نیکا شاکرمی، توقف قلبها كسابقات نلنا ذات المصير، لأنهن كسرن تابوهات النظام الإيراني بهتاف الاحتجاجات الأبرز: الموت للدكتاتور.